الله الرحمن الرحيم، الأحد 11 من سبتمبر لعام 2022. يا صباح الخير والجمال والتفاؤل على حضراتكم. الأديب البريطاني الأيرلندي برنارد شو ليه مقولة جميلة جدا بيقول فيها أنه أنا لا أعلم ما الذي يخبئه لي الغد، ولكني أعلم أني خبأت له التفاؤل. ومن هذا المنطلق بنصبح على حضراتكم وبنقول لكم صباح الخير والتفاؤل والجمال. التفاؤل الحقيقة من أكتر الحاجات يمكن اللي بتخلينا نعدي صعاب كتيرة جدا. كتير قوي مننا لما بيصحى الصبح من النوم، ودي يمكن بيعتبرها يعني من الحاجات اللي ممكن تضايقه شوية خلال يومه، هي أنه بيحس أن حياته فجأة اتحولت لروتين مكرر، وممكن يبقى فيه ملل كمان. يعني زي ما بنقول كده بالبلدي، مثلا النهاردة شبه اليوم اللي قبله، حتى تقول مثلا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وما عنديش حاجات جديدة بعملها، نفس الناس اللي بشوفهم، نفس الأماكن اللي بروحها، نفس الشوارع حتى اللي بمشي فيها. لدرجة أنه كتير مننا، وممكن حضراتكم تلاحظوا ده، بيتلخبط أحيانا في اليوم نفسه، فنسأل بعض كده نقول هو النهاردة يوم إيه من أيام ربنا، بننسى أصلا إحنا النهاردة يوم إيه. وبالتالي فكرة أنه أنا أطلع نفسي من القالب ده، القالب اللي مليان إحساس بالروتين ده، مهم جدا ولازم نبقى عارفينه. كنت مبارح بقول لحضراتكم كده في بداية لقائنا الصباحي في هذا الصباح، أنه كل يوم جديد بيجي علينا هو فرصة جديدة لحياة جديدة والفرص أكتر، وأمنيات يا رب تتحقق إن شاء الله. ودايما يبقى عندي إحساس أنه أنا الشخص الوحيد في العالم ده كله اللي أقدر أكسر الروتين وحاول أتخلص بقدر المستطاع من أي ملل أو أي روتين أقدر أو بقابله أو بحس بيه. نقدر نعمل ده بحاجات بسيطة جدا، أتعرف على ناس جديدة، أعمل حاجات جديدة في حياتي، حتى لو هشتري لنفسي حاجة صغيرة بسيطة قوي قوي رمزية تحسسني كده أن أنا مودي جميل. أقدر كمان أساعد الناس المحتاجة وأقف جنبها، أقدر طبعا أساعد الحيوان في الشارع اللي ممكن يكون بيبص لي بيستنجد بي عشان أساعده ومش عارف يتكلم ويقول لي ساعدني أو ساعديني. دي كلها حاجات بسيطة قوي في إيدينا نقدر نعملها تحسسنا أن احنا كسرنا الروتين وبدأنا يومنا بكل تفاؤل بإذن الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا اليومي من هذا الصباح، وجرعة كلها تفاؤل كده يا رب إن شاء الله ويوم جميل. والبداية دائما من هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز بتكون عبارة عن عناوين أبرز فقراتنا وموضوعاتنا لحلقة اليوم. اليوم انتهاء تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة. تطوير منطقة الخدمات بالأهرامات وبدء التشغيل التجريبي لمنظومة الطاقة النظيفة. الإعلان عن جوائز النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. أهمية تعليم الطفل مهارات وطرق التعامل مع الإسعافات الأولية. ماذا تعرف عن إنترنت الأشياء؟ وقراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية مع الكاتبة فريدة شوباشي. بنصبح على حضراتكم وبداية الصباح مع بداية أخبارنا. والنهاردة الحقيقة بينتهي باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية. المرحلة الثانية دي هي الفرصة اللي بتكون أخيرة للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية عشان يقدروا يستفيدوا من اللي بتقدمه هذه الجامعات من برامج مختلفة ومميزة في مختلف المجالات الحقيقة اللي سوق العمل بيكون محتاج لها. تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الأهلية بيشمل الطلاب اللي بيستفيدوا أو اللي بيكونوا مقدمين على الرغبات من المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الأهلية. هنلاقي كمان أن الطلاب اللي نجحوا في الدور الثاني في الثانوية العامة موجودين أيضا في هذا التنسيق. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين كلهم. أهلا بحضرتك. النهاردة بينتهي تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة، وبنحب دايما يا دكتور نسأل حضراتكم عن
أهمية الجامعات الأهلية بصفة عامة، ولما نسمع كلمة سوق العمل على طول بنربط ما بين الدراسة العملية في الجامعات الأهلية وما بين احتياجات سوق العمل الحقيقية. وده فعلا عند حضرتك حق، هو ده كان الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية بالنسبة للدولة المصرية، إن احنا نربط الطلبة بتوعنا بسوق العمل واحتياجات سوق العمل وإيه المهارات اللي هيبقى محتاجها سوق العمل والوظائف كمان اللي محتاجها سوق العمل. عشان كده حضرتك هتلاقي دايما في الجامعات الأهلية في بعض البرامج اللي لسه الطلاب والأهالي مش عارفين إيه أهميتها، ولكن الحمد لله السنة دي وده بمساعدة طبعا السادة الإعلاميين كلهم قدروا يبتدوا يشوفوا البرامج دي ويبتدوا يقدموا عليها. يعني حضرتك كنت لسه بتتكلمي على الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على السايبر سيكيورتي، بنتكلم على البايوتكنولوجي، الحاجات دي كلها موجوده والبرامج دي موجوده والوظائف بتاعتها كمان موجوده. فده كان حاجه من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا في الجامعات الاهليه، ان احنا نقدم هذه البرامج ونربط كمان الطلبه بالمهارات اللي مطلوبه. لكن انا عايز بس اوضح لحضرتك حاجه، ان بالنسبه للتنسيق اللي هينتهي النهارده ده بالنسبه لل 12 جامعه اللي هي الجامعات الاهليه المنبثقه من الجامعات الحكوميه. تمام. لكن ما زال لسه الاربع جامعات اللي هم جامعه الجلاله والملك سلمان والعالمين والمنصوره ما زال التنسيق بتاعهم مفتوح لغايه اخر الشهر، والولاد يقدروا يقدموا. ده احنا الهدف بتاعنا ان الولاد يفضل قدامهم فرصه لاخر لحظه علشان يقدروا يقدموا في هذه الجامعات. لما بنقول يا دكتور البرامج المختلفة والمتنوعة للجامعات الأهلية بتقدمها، وحضرتك طبعا دلوقتي وضحت بشكل دقيق جدا أهمية ربط كل الدراسات والتخصصات بسوق العمل، لكن بنتكلم على الدراسة نفسها وبنتكلم على هذه البرامج، إزاي النهاردة في ظل تحديات صعبة وكثيرة ومعقدة جدا في العالم، حتى الإنترنت نفسه أصبح أكثر تعقيدا مما سبق، وكل شوية حتى بالرغم من تقدم التكنولوجيا إلا أنه بنلاقي التعقيدات بقت أصعب وأكثر بكثير. البعض بيتخيل ممكن يقول أكيد معنى كده أنه لازم يكون في يعني ميزانيات ضخمة جدا جدا حتى تواكب هذه الجامعات البرامج أو تقدم البرامج المتميزة. إزاي يا فندم بنحاول نربط أو نوفق خلينا نقول ما بين تقديم كل ما هو عصري وحديث لأبنائنا وإخواتنا الطلبة، وما بين أيضا يعني مراعاة الميزانيات العامة لهذه الجامعات؟ هو دي حقيقة حيك، والدولة لم تبخل نهائيا على هذه الجامعات وتصرف عليها مليارات علشان تكون جامعات من الجيل الرابع وفعلا مواكبة لسوق العمل، مع وجود بنية تحتية تسمح بتقديم الخدمة دي للطلبة، ربطهم بسوق العمل، ان الولاد كمان ينزلوا ويشتغلوا من اول يوم ويروحوا يتدربوا في الاماكن المرتبطة بالوظائف المستقبلية بتاعتهم. يعني مثلا في جامعة الجلالة الطلبة من أول يوم بيخشوا بتلاقيهم حاجة بيعملوا زيارات بتاعتهم الميدانية، حد بيجي بيدرس لهم من الخبراء اللي موجودين في تخصصهم، الحاجات دي كانت مهمة جدا. الحاجة الثانية كمان الدولة كانت حريصة على أن المصاريف بالنسبة للولاد ما تكونش يعني تبقى عالية بالنسبة للأسرة المصرية. وحاجة كمان مهمة هي تقديم المنح للطلبة المتفوقين في هذه الجامعات، عشان في ناس كتيرة جدا كانت بتعتقد ان هذه الجامعات قاصرة على القادرين، لا بالعكس، تقديم المنح الدراسية للطلبة كانت حاجة مهمة جدا في الجامعات الأهلية. نعم، الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، وكل أمنياتنا دايما للطلبة والكل اللي كتبوا رغباتهم في التنسيق، يا رب يفرح قلوبكم بالحاجة اللي بتحبوها، والأهم من إن هي تكون حاجة بتحبوها إنها تكون حاجة مفيدة، مفيدة لحضراتكم ولأسركم، ومفيدة أكيد للمجتمع والبلد. بالحديث عن سوق العمل محتاج إيه، وبالحديث عن المستقبل أصلا كله متجه إلى فين، فلاديمير بيرغودا وهو مدير محطة لينينغراد للطاقة النووية التابعة لشركة روزاتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية الأولى بمنطقة الضبعة في مصر، قال تصريح مهم جدا، قال إنه الطاقة النووية أصبحت الآن منافسا قويا للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، خاصة في الدول التي ترتفع بها أسعار الوقود.
كمان في تصريح وده عفوا قال انه محطة الضبعة النووية في مصر اللي بيتم انشائها بواسطة الشركة الروسية هيكون بقدرة 4800 ميجا وات من احدث طراز للمفاعلات WER النووية من الجيل الثالث اللي بيعد الاحدث في العالم. مدير المحطة النووية كمان أشار إلى أنه إدخال الطاقة النووية لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية نظراً لأنها تستخدم في علاج بعض الأمراض. نروح لملف آخر، ودايماً مهم قوي أن احنا لما نيجي نطور حاجة نبص على الوضع الراهن والوضع الماضي اللي كان فيها، وعمره ما كان عيب أبداً أن احنا نحط أو نشاور بصبعنا على النقاط الضعف اللي كانت عندنا أو النقاط اللي محتاجة تطوير. كلنا عارفين أنه منطقة الأهرامات كلها على بعضها كانت محتاجة تطوير كتير جدا، وقعدنا سنين بنقول الكلام ده وبنتكلم على فكرة الخدمات اللي هناك، يعني من أول الحاجات اللي تبدو لبعض الناس ممكن أنها بسيطة لكن هي الحقيقة ما كانتش بسيطة، زي الخدمات العامة ووجود مثلا كافيتيريا فيها مية وأساسيات للسائح أو للشخص اللي بيقضي اليوم هناك، حتى الحمامات نفسها، مروراً بقى بحاجات تانية كتيرة جداً. الحقيقة إنه الدولة المصرية عملت بكل جهد على هذا الملف، وبدأت بالفعل في تطوير منطقة الخدمات في الأهرامات، وبدا التشغيل التجريبي لمنظومة الطاقة النظيفة. بنتكلم إنه كان في بداية للشغل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم ومطعم خوفو في مجمع المطاعم العالمي، والجولات الداخلية بقى في المنطقة للمجموعات طبعا والأفراد، بالإضافة إلى تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية وسبع محطات رئيسية للزيارة أو للزيارة مزودة بخدمات متكاملة للزائرين وساحة انتظار للسيارات والحافلات لمحطة مركز الزوار داخل منطقة أهرامات الجيزة. هنشوف كمان من هذا الخبر أنه بتضم المحطات الرئيسية عدد من الخدمات الخاصة بالزائرين، زي على سبيل المثال في مكتب للريسبشن أو مكتب استعلامات، في خدمة انترنت واي فاي، في ماكينات شحن الأجهزة الذكية، في تطبيق إلكتروني كمان للمحمول، وفي مجموعة طبعا بقى من المقاعد يعني في أماكن مناسبة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، زي مثلا توفير مناطق مخصصة للأطفال، وفي مواقع مخصصة للتصوير، لأنه على فكرة دي كانت من ضمن الحاجات اللي بتعمل ربكة شوية، يعني في تروح الأهرامات وعايز تتصور في مناطق تتصور زي ما انت عايز محدش يقولك حاجة، وفي ممكن مناطق تانية تيجي تتصور تلاقي لا بيتقالك من فضلك ممنوع التصوير هنا، فلا الدنيا تبقى منظمة بشكل أكتر، معروف فين أماكن التصوير وفين الأماكن اللي مش مسموح بالتصوير فيها. في برضو كمان ماكينات صرف آلي الـ ATM machines، ودي برضو كانت مهمة قوي. كل الخدمات اللي أنا بقولها لحضراتكم دي جاية في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين في المنطقة سواء مصريين أو أجانب، ودي بتعد طبعاً المنطقة دي يعني من أهم المقاصد السياحية في العالم. والحقيقة كتير مننا كمصريين كنا بقالنا سنين بنقول إزاي المنطقة دي ما بتتظبطش أكتر من كده وما بيتحطش فيها خدمات أكتر، وبالتالي كل ده اتعمل وبيتعمل، وإن شاء الله الشكل الجديد ده أي حد راح قبل كده وحيروح بعد إضافة هذه الخدمات أعتقد أنه الفرق اللي هيلمسه كبير جداً جداً. نروح لخبر آخر عن دراسة، وهي أحدث الدراسات المناخية الجديدة، يعني دراسة مناخية تتعلق بالمناخ يعني. هذه الدراسة بتفيد أنه منطقة الشرق الأوسط للأسف الشديد بتزداد احتراراً مرتين أكتر من المعدل العالمي الطبيعي، وده بطبيعة الحال ممكن يحمل آثار مدمرة على شعوب هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وطبعا اقتصاداتها. نتيجة لذلك بنتكلم إنه في حوالي أكثر من 400 مليون شخص في هذه المنطقة بيواجهوا خطر التعرض لموجات حر شديدة جدا، ربما حتى غير مسبوقة، التعرض للجفاف طبعا لفترات طويلة جدا، وأيضا ارتفاع مستويات سطح البحر، ده بحسب الدراسة اللي ساهم فيها واشتغل فيها عدد كبير من الباحثين، ونشرت نتائجها حوالي من شهرين تقريبا أو قبل شهرين من ما يجي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 اللي بتستضيفه مصر إن شاء الله في نوفمبر في شرم الشيخ.
الدراسة بتحذر جدا أنه في ظل غياب تغييرات فورية فمن المتوقع أنه يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار 5 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن. 5 درجات مئوية دي حاجة كبيرة جدا، يعني العالم كله بينتفض لما يعرف أنه في 0.5 درجة مئوية أزيد من المعدل الطبيعي. فإحنا لو بنتكلم على 5 درجات مئوية حتى لو بنهاية القرن ما معناش فرصة كبيرة وما عندناش وقت كبير. 5 درجات مئوية دي يعني قد يتجاوز العتبات الحرجة زي ما بيقولوا للتكيف أو للقدرة على التكيف مع تكيف البشر في بعض البلدان. للمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسة، يعني أنا عارفة أنها دراسة مقلقة الحقيقة، ولكن يعني دورنا في الإعلام أن احنا نلقي الضوء على هذه الأمور والموضوعات الهامة جدا لأن دي متعلقة بحياتنا كلنا والأجيال القادمة. طبعا هاتفيا بينضم إلينا الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذة المشاهدين، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. 5 درجات مئوية تتوقع هذه الدراسة البيئية الجديدة أن تزداد درجة حرارة منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية هذا القرن، ومع توقعات باختلاف جذري في البيئة نفسها والمناخ نفسه. إيه اللي بيحصل يا دكتور تحديدا ولماذا بشكل أنا ما أعرفش هو مفاجئ ولا كان تدريجي، بس ليه فجأة أو ليه كل هذه الدراسات عن البيئة وأهمية فهم تغير المناخ؟ الحقيقة الدراسة طبعا بتدق نفوس الخطر زي ما حضرتك تفضلتي. 5 درجات مئوية من نهاية هذا القرن ده شيء مفزع زي ما بيقولوا، يعني وده سيناريو قد يكون سيناريو فيه شوية تشاؤم، يعني مش عاوزين نقول كده قوي، لكن أتصور إن العالم لابد أن يتحرك ولابد أن يتحرك سريعا مع أي زيادة درجات حرارة. حضرتك من 1860 حتى 20 سنة مضت زادت درجات الحرارة 6 من 10، يعني نص درجة وشوية، يعني من 20 سنة وصلنا إلى درجة و2 من 10. ده معناه إن التسارع في زيادة درجات الحرارة بيقل مع الوقت. العالم كله بيصارع إنه ما يوصلش أو يبقى الحد الأقصى لارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة، فما بالنا لو كان هناك سيناريو بيقول ان احنا ممكن نصل الى 5 درجات بنهايه هذا القرن. طبعا هذه الدراسه ما فيش شك طبعا هي كلها يعني نماذج محاكاه، بمعنى انه لو حصل كذا انبعاثات ثاني في الكربون زادت بطريقه كذا ده معناه انه يحصل كذا، بيبقى سيناريوهات. وفي اكثر من سيناريو، في حوالي تقريبا في العالم 6 سيناريوهات للاحتباس الحراري لما تزيد الانبعاثات هيحصل ايه وهيحصل ايه وهيحصل. وبالتالي منطقة الشرق الأوسط يمكن احنا بنقول من المناطق القليلة زيادة ثاني أكسيد الكربون، يعني هي ما يعني ما بتزودش ثاني أكسيد الكربون، ولنا أن نتخيل مصر ما يعني انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 68%، يعني نزل قصير كده. ولكن منطقة الشرق الأوسط والمناطق حتى في الخليج والمناطق حتى في أفريقيا من أكثر المناطق تضررا نتيجة لزيادة ارتفاع درجات الحرارة اللي هيتبعوا زيادة في ارتفاع مستوى البحار والمحيطات. طبعا له تداعيات كثيرة، ارتفاع مستوى البحار والمحيطات ده هيرتفع معاه مستوى البحار والمحيطات، هيعمل اكستنشن او زيادة على الشواطئ في المية، هيحصل ظاهرة بيسموها في العالم اللجوء البيئي. اللجوء البيئي يعني ناس بتمشي من المناطق بتاعتها وتروح لمناطق داخليه او الاثار بتاعتها بسبب تغيرات في البيئه والمناخ عندها. بالظبط، بسبب هذا التغير وبسبب هذه درجات الحراره الزائد. طبعا ده هياثر على التنوع البيولوجي اللي في المنطقه، كائنات تنقرض، كائنات تموت، وربنا لما خلق كل الكائنات خلقها لها فائده في البيئه. صحيح. ولن مفيش اي كائن حي اتخلق ملوش علاقة أو ملوش فايدة في البيئة، بالتالي سوف يتأثر التنوع البيولوجي، سوف تتأثر النظم البيئية الطبيعية اللي بيعيش عليها أيضا الإنسان، سوف تتأثر السياحة، سوف يتأثر الإسكان، سوف تتأثر المشروعات الاقتصادية الموجودة في هذه المناطق. إذا كل دي تداعيات نتيجة ارتفاع درجات
الحراره المتوقع، لكن يعني عاوزين نبقى السيناريو يعني اكثر تفاؤلا. السيناريو اللي هو بتاع 5 درجات ده اتصور يعني شويه ممكن يكون يعني مبالغ فيه شويه، لانه العالم ما اتصورش ان هو هيستنى لما درجات الحراره تبقى توصل 5 درجات. ليه بقى؟ حضرتك شايفه تداعيات في اوروبا دلوقتي، درجات الحراره في ايطاليا وصل 41 وبريطانيا والناس هناك يعني وفرنسا يا فندم الصيف اللي احنا فيه دلوقتي اللي بنخلص منه ده واحد من اشد درجات الحراره اللي عدت على الفرنسيين. بالظبط بالظبط. فهو كل الطبيعه نفسها دلوقتي هي اللي بتقول لنا لا صلحوني تاني، يعني ارجعوا لي تاني علشان يعني. فاتصور العالم كان احنا بنتكلم على درجه 2.2 وبحار ومحيطات هتزيد وانهار بتجف وحرائق غابات في مناطق شاسعه، نعم، وفيضانات وسيول في مناطق اخرى. فبالنا ان احنا لو زادت درجات الحراره اعلى من هذا اتصور هيبقى شيء كارثي، وما تصورش ان العالم يعني هيبقى في عالم لو درجات الحراره وصلت ازيد من 5 درجات زي ما السيناريو او زي ما احتمل. نعم. بالتالي لابد ان يتحرك العالم نحو قضية مهمة جدا، التخفيف من التأثيرات والتكيف مع الأشياء الجديدة، إيه اللي ممكن نعمله عشان نقلل من هذه التداعيات. الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا والتعليق والتعقيب على هذه الدراسة. يعني خلونا من الحديث اللي بنحاول نخليه حديث متفائل الحقيقة عن البيئة والمناخ، ولكن يعني بطبيعة الحال العالم كله بيتغير والخريطة البيولوجية والجغرافية في العالم كلها للأسف بتشهد تغيير. خلينا نروح بقى إلى يعني موضوع أكثر بهجة. مساء أمس أسدل الستار على النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم عن هذا المهرجان وأنه مش بس من أهم مهرجانات السينمائية في العالم، وإنما هو أول أو أقدم مهرجان سينمائي دولي. بنتكلم على حصد لمجموعة من الجوائز طبعا المهمة جدا. عندنا على سبيل المثال فيلم All the Beauty and the Bloodshed حصل على جائزة الأسد الذهبي، وأيضا كأفضل عمل طبعا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2022. نتحدث أيضا عن منافسة شديدة جدا مع عدد كبير من الأعمال. الإيطالي أيضا الإيطالي لوكا غوادانينو حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه بونز أند أول، الذي نالت بطلته تايلور راسل جائزة أفضل ممثلة صاعدة أيضا، ونال فيلم سينت عمر جائزة الأسد الفضي من لجنة التحكيم، وحصلت عليها المخرجة الفرنسية أليس ديوب. بنتكلم كمان عن فوز طبعا الجميلة كيت بلانشيت جائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم تار، ونال كولين فارل، وكنا مبارح بنقول أن هذه كانت جائزة متوقعة جدا، حصل على جائزة أفضل ممثل في بطولة فيلم The Banshees of Inisherin، فيما حصدت الممثلة الإيطالية فيرا جائزة أفضل ممثلة في مسابقة أوريزونتي عن فيلم فيرا، الذي حصل أيضا على جائزة أفضل إخراج. في جوائز تانية كتير الحقيقة، وهذا الصراع وهذا الزخم في الجوائز والإعلان عنها بالأمس يدفعنا طبعا للتعليق عنها ونتكلم أكتر عن المهرجان وهذه الجوائز مع الناقد السينمائي أندرو محسن. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بيك. إيه من الجوائز اللي أنا قلتها؟ أنا ما ذكرتش طبعا كل الجوائز، يعني اديت جزء كده منها، بس إيه من الجوائز اللي حضرتك كنت متوقعها ولقيتها بالفعل بتسلم؟ الحقيقة الجوائز بتاعت التمثيل يمكن كانت برغم أن وجود منافسة، لكن الأسماء اللي فازت سواء جائزة أفضل ممثل كولين فارل أو كيت بلانشيت أفضل ممثلة كانت من الجوائز الشوية متوقعة، نتيجة الاثنين قدموا أداء مميز بشكل لافت جدا في المسابقة، وأعتقد أنها جوائز يعني ما أقدرش أقول أن هي مفاجأة. المفاجأة الحقيقية هي فعلا في الفيلم اللي فاز بالأسد الذهبي
all the beauty and and bloodshed. لانه طبعا هي فكره فوز فيلم تسجيلي بالاسد الذهبي دي حاجه ما بتحصلش كتير. وكون ان هم لجنه التحكيم قررت ان هي تدي الجائزه للفيلم التسجيلي دي حاجه جريئه، خاصه ان هو الفيلم التسجيلي الوحيد اللي كان في المسابقه السنه دي. طيب ايه ابرز الافلام اللي بتشوف انه هي كانت ممكن تاخد جوائز، سواء الفيلم نفسه، القصه، التصوير، الاخراج، البطوله، وما حصدتش جوائز؟ العكس يعني، السؤال بالعكس، ولا توقعات حضرتك كانت في مكانها؟ لا يعني في بعض المفاجآت يعني فعلا، يعني احنا يعني ذكرنا الفيلم All the Beauty لانه من الافلام اللي كانت شويه خارج التوقعات، انه فيلم مميز على 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 مستويات كثيره كصناعه فيلم تسجيلي. لكن مع وجود افلام كثير الحقيقه مهمه في المسابقه، ده كان شيء مدهش. من الافلام اللي برضه اعتقد ان هي كان ممكن ليها فرصه كويسه في الجوائز لكن ما حصلتش على حاجه، فيلم مونيكا. مونيكا شارك في المسابقه. ده من الافلام اللي اعتقد ان كان ليها نصيب، سواء على مستوى السيناريو او على مستوى كمان التمثيل لبطلته. وعندنا كمان فيلم اور تايز للمخرج الفرنسي المغربي رشدي زيم. بالذات على مستوى التمثيل ده كان من الافلام المهمه جدا في المسابقه بتاعه فينيسيا. لكن في المجمل انا اعتقد انه الجوائز السنه دي فيها اختيارات ذكيه ومناسبه جدا، وبالذات لو هنتكلم على بعض الجوائز زي فيلم سانتومير اللي حصل على جائزه لجنه التحكيم الكبرى، وده فيلم انا اعتقده انه صعب يتنفذ، وفي قدره مميزه جدا من مخرجته في صناعته، مخرجته اليس ديوب. وبالتالي انه اللجنه اختارت هذا الفيلم للحصول على جائزه لجنه التحكيم الكبرى، انا اعتقد ان ده معناه ان هم عندهم يعني ذوق مميز في الاختيار وجراه في الاختيار، ما راحوش للافلام الاكثر وضوحا يعني او الاكثر سهوله في التناول. طيب اخيرا يا فندم، فيلم نزوح للمخرجه السوريه سعود كنعان حصل على جائزه تصويت الجمهور بعد ما اتعرض في مسابقه هورايزنز اكسترا، وكندا علوش فازت بجائزه الجمهور. بتشوف ده ازاي؟ و يعني انا عارفه انه يمكن الغرب بينظر الى هذه المهرجانات الكبيره شويه بعيد عن رؤيتنا احنا ليها كعرب، يعني حته انه انا فخور ان في عربي في المهرجان وصل وكمان حصد جوائز وما الى ذلك، بس في النهايه برضو لا، بالفنان بيسال هو جنسيته منين وهو جاي منين، وفكره انه ده منتج عربي في النهايه. شفت ازاي او تقييمك بصفه عامه ازاي لهاتين الجائزتين؟ هو الفيلم فاز بجائزة الجمهور في أوريزونتي إكسترا للمخرجة سعود كعدان، وبالمناسبة سعود كعدان كان ليها يعني ده فيلمها الثاني، وفيلمها الأول كان حصل على أسد المستقبل كام سنة في فينيس. أنا أعتقد إنه الفيلم يعني إحنا كنا بنتناقش إنه هل قبل إعلان الجوائز يعني إنه هل ممكن الفيلم ده يفوز بجائزة الجمهور، لأنه في نواحي كتير عاطفية، بما إنه هو بيتحدث عن الحرب في سوريا، وبما إنه في الأسرة اللي بيقدمها فيها طفلة تعتبر هي البطلة الرئيسية للفيلم. وبالتالي لما نتكلم عن تصويت الجمهور فبالتأكيد في جوانب كتير أثارت الجمهور إن هو يدوا الفيلم ده صوتهم. لو هنتكلم على الجانب الفني فما أقدرش أقول إن هو ده الفيلم الأفضل في المسابقة دي أو في القسم بتاع أوريزونتي إكسترا، يعني كان في أفلام أخرى أفضل. لكن
هرجع اقول انه يعني فكره حصول السينما العربيه على جوائز مهرجانات كبرى وبالذات احنا بنتكلم عن فينيسيا مش اي مهرجان كمان طبعًا. ده امر يعني بيسعدني وشايف ان هو بس مفيد لصناعه الفيلم سعود الكعدان لكن كمان مفيد لصناعه السينما في العالم العربي عموما مشجع لصناعه مزيد من الافلام. يعني نزوح جايزته كانت تصويت الجمهور للمخرجه صح كده؟ يعني الفيلم نفسه هو اللي اخذ الجايزه. هو قسم اوريزونتي اكسترا في جايزه واحده اللي هي جايزه الجمهور بتصويت الجمهور وهو اللي فاز بيه. هو ده اللي فاز بيه. تمام. بشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد السينمائي أندرو محسن على وجودك معانا ودايما بنكون سعداء جدا وكلنا كده يعني بهجة لما بنتكلم على المهرجانات خصوصا المهرجانات السينمائية الدولية. بما أنه إحنا بنتكلم على مهرجان دولي فبرضو زي ما في السينما والفن مهم قوي أن إحنا نعرف بره ممكن يكون بيمتاز عننا بإيه أو في إيه نقاط قوة عنده. من ضمن الحاجات الحقيقة اللي برضو بيمتازوا جدا بيها الغرب مع أطفالهم فكرة أنه الطفل من وهو سنه صغيرة الأهل بيعلموه بيزكس أو أساسيات مثلا ده على سبيل المثال الإسعافات الأولية. للأسف إحنا كتير في وطننا العربي مفتقدين الجزئية دي يعني ما عندناش مثلا حتة أنه الطفل الصغير لو بتكلم على متوسط مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين لغاية حتى 7 8 أو 9 سنين ما عندناش حتة أنه الطفل نبقى مدربينه ومعرفينه لو مثلا قاعد مع والدته أو والده أو جده أو حد كبير في السن والشخص الكبير في السن ده مثلا جاله كومة سكر يتصرف إزاي أو مثلا لو جاله ذبحة صدرية أو أزمة قلبية أو أي مشكلة تانية أو لو حد وقع لا قدر الله على رجله وحصل كسر. اللي بتكلم فيه أنه الأطفال مهم قوي زي ما بنهتم بفكره هندخلهم مدرسه ايه والسنه الجايه والسبلايز والادوات المدرسيه كمان في قمه الاهميه انه الطفل اعلمه الاساسيات المتعلقه بالاسعافات الاوليه اللي ممكن تنفعه هو نفسه وتنفع طبعا اي حد من اللي موجود معاهم. حتى انه بره بيبقى في تدريبات ليها علاقه بالزلزال مثلا لو لا قدر الله حصل زلزال نعمل ايه ونستخبى ازاي ونحط ايدينا على راسنا نحمي الراس ازاي وننزل تحت ترابيزه كبيره وما الى ذلك لو لا قدر الله حريق حصل. كل دي حاجات الحقيقه مهمه قوي. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن جزئيه تعليم الاطفال الإسعافات الأولية وإزاي أنه ده بيعرفهم ياخدوا القرار يتخذوا القرار الصحيح إزاي وخصوصاً أن في نماذج بنقرأ عنها لأطفال حول العالم عملوا حاجات هايلة. يعني في طفل مثلاً قرينا لسه قريب من كام يوم عنه أنه أنقذ والدته من كومة سكر جات لها وطفل صغير عنده 4 سنين عرف أنه هي جالها كذا أو حصل لها كذا اتصل بالإسعاف عنده 4 أو 5 سنين الطفل عرف يتصل بالإسعاف وطلب منهم إن هم يحضروا بسرعة وكان سبب في إنقاذ حياتها. هاتفياً للحديث عن أهمية تعليم أطفالنا منذ الصغر الإسعافات أو أبرز الإسعافات الأولية خلينا نقول بينضم إلينا الأستاذ محمد خليل موسى الخبير التربوي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. الأخبار أهلا وسهلا بحضرتك. الإسعافات الأولية هل فعلا نقدر نعلم أساسياتها للطفل من سن صغير وإيه أهمية ده يا فندم؟ والله يا فندم في البداية خالص إحنا معاملة في التعليم بشكل عام مفروض بنتعامل مع الطفل كحد كبير بنجهزه للحياة وكمان سوق العمل مفيش مشاكل خالص. يعني إحنا لو بصينا على رؤية مصر 2030 إعداد الطفل والطالب بسوق العمل فإحنا من الفكره دي كلها بنتعامل مع الطفل من اول الاسعافات الاوليه. ازاي انا الطفل ممكن من اول 6 سنين وكمان ساعات في اواخر 5 سنين نبدا نعمل حاجه اسمها الرول بلاي. رول بلاي معناها لا قدر الله لو بابا وماما حصلوا له كده تعمل ايه؟ ايه هي الاعراض واول حاجه تعملها ايه؟ وايه ارقام التليفونات اللي تتصل بيها؟ فانت بتعلمه كذا حاجه عن طريق حاجتين بنسميها رول بلاي اند سيناريو. يعني بنديله سيناريوهات مختلفة وانت هتتصرف ازاي؟ فده بيزود الذكاء الاجتماعي والتصرف والشعور بالمسؤولية والفهم الطبي. ما هو يمكن بعد كده الشاب ده يطلع بعد كده عنده الأساسيات دي وممكن ينقذ بها نفسه ينقذ بها قرايبه وحبايبه وأصحابه. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية بنديله حاجة اسمها الإسعافات الأولية البوكس نفسها اللي هو الشنطة الإسعافات الأولية ونبدأ نقول له بالظبط كل واحدة فايدتها إيه وأهميتها إيه.
فبيجي طاقم من التمريض والدكاتره متخصصين في الاسعافات الاوليه بيوروا الكلام ده للطفل وبيدوا له فيديوهات قصيره جدا على التابلت بتاعه او الموبايل يقعد يتفرج وبعد كده يطبق. وعلى فكره الكلام ده موجود طبعا في انجلترا من حوالي بالظبط 25 سنه. وامريكا يا فندم؟ امريكا طبعا. امريكا زي ما بيعملوا لنا احنا الكبار اللي بنسميه امن صناعي، انه جرس انذار الحريق لو ضرب احنا ككبار نمشي من انهي سلالم والاكزيت اللي ناخده والحاجات دي، امريكا بيعملوا الكلام ده للاطفال الصغيرين. ما يبقى احنا كده ايه؟ غرس الشعور بالمسؤوليه والقوانين الاجتماعيه في الطفل من الصغر. ان انا عارف كويس جدا لو والدتي وقعت قدامي ممكن يكون في غيبوبه سكر، لا قدر الله ممكن يكون في كذا حاجه، هتكلم ايه؟ لو حد اتخبط اعمل ايه؟ طيب لو حصل بروزز الشك ده كله ده بيفيد جدا جدا وبينقذ حياه ناس كتير والله. طبعا. طيب السن اللي ممكن الطفل يبدا يتقبل فيه القدرات دي بنتكلم في قد ايه تقريبا؟ من سن 6 سنين. من 6 سنين. الطفل اللي في استراليا اللي قرينا قصته والهمنا عشان نتكلم في الموضوع ده كان عنده 4 5 سنين يا فندم، 4 ونص كده. لكن احنا في مصر هو بدانا من اول 6 وكتير جدا المستشفيات بدات تدريب الطفل اللي فات، المستشفيات كمان خاصه بتعمل مشاريع تدريب خاصه للاطفال. بدانا من 6. ممكن طبعا طبعا يعني لازم نقول قدرات الاطفال طبعا يعني تختلف من طفل لطفل، يعني في اطفال ممكن من 5 ولكن احنا بنقول 6 عشان ابقى ايه في السلامه. ليه؟ عشان احنا خايفين بعد كده الطفل ياخدها كلعبه، يبلع حاجه لو هو صغير خالص مش فاهم ايه ده بالظبط، ما ياخدش الموضوع بالشكل الجد اللي هو فيه. فاحنا بنبدا من سن 6 سنين نوعي. 5 سنين ده معناها ان الام او الاب عندهم التوعيه الطبيه، بيقعدوا يتفرجوا طول الوقت على حاجات على يوتيوب وقنوات بتتكلم عن الفيرست ايد والاسعافات الاوليه او مشاكل صحيه واعمل ايه. والجميل في الموضوع ان في قنوات دلوقتي على يوتيوب فقط للاسعافات الاوليه، فقط للاطفال. وبتبدا من سن 5 سنين. بس احنا عشان حاجه فيلد ستدي او دراسه موجوده في تدريبيه بنبدا من 6. يعني انا بتكلم في اساسيات وتدريب الطفل على حاجه مهمه جدا وفي نفس الوقت ما هياش مكلفه، فيديوهات بس يكون موثوق منها ومعروف الشانلز نفسها ايه او القنوات دي ايه، ونتعلم منها الاساسيات المتعلقه بالاسعافات الاوليه. الأستاذ محمد خليل موسى الخبير التربوي، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. وده موضوع الحقيقة مهم جدا جدا، بنتمنى أنه يتم تبنيه في كل المناهج في المدارس في النوادي كمان لو ممكن، لأن الطفل أحيانا بيقبل ياخد معلومة في النادي وممكن ما يقبلهاش قوي في المدرسة أو في البيت، لأنه النادي بالنسبة له المكان اللي بيخرج فيه. يا ريت حتى يبقى فيه مثلا الأنشطة دي، نعلم الأطفال الأسعافات الأولية في الحاجات على الأقل يعني اللي بتكون شائعة أكثر حدوثها خصوصا مع كبار السن اللي ممكن يكونوا حواليه. وإلى الأخبار أو أهم الأخبار الاقتصادية حالا دلوقتي هنروح لزميلنا ولؤي أباظة اللي بيصحبنا إليها، وبنصبح في البداية عليه. صباح الخير لؤي. صباح الفل عليك يا منى وعلى كل السادة المشاهدين، وأهلا بكم في هذه الجولة من أخبار الاقتصاد. عزز محللو مجموعة نومورا هولدينجز توقعاتهم بشأن وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، حيث من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس خلال سبتمبر ونصف نقطة مئوية في اجتماع نوفمبر من العام الحالي، وفقا لتقرير أصدره الاقتصاديون مؤخرا في نومورا هولدينجز وذلك بقيادة إيشا أميبا. وتمثل التوقعات زيادة قدرها 25 نقطة أساس مقارنة بتوقعاتهم السابقة بشأن رفع الفائدة. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات تقريبية للامتثال للحد الأقصى المقترح لسعر النفط الروسي مع التركيز على الوثائق التي يحتاجها القطاع الخاص للامتثال لهذا البرنامج. من ناحية أخرى، قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركن إن البنك المركزي مصمم على كبح جماح التضخم الحاد حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
قال المستشار الألماني أولاف شولز في بيان أمس السبت إن ألمانيا وأوروبا تستعدان لمواجهة تداعيات الأزمة إذا قررت روسيا وقف شحنات الغاز تماماً. وأضاف شولز أن ألمانيا استعدت لقطع روسيا إمدادات الغاز إلى حد كبير بسبب الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده أقامت محطات على الساحل الشمالي لألمانيا لاستيراد الغاز المسال. وما زلنا مع تداعيات الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام، وإنها مستعدة لزيادة هذه الكمية إلى 50 مليون طن. كما أعلن البنك المركزي الأسترالي أنه سيعيد وتيرة تشديد السياسة النقدية إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك في وقت يسعى للتحرك فيه في مسار تهدئة للتضخم مع الحفاظ في الوقت نفسه على النمو الاقتصادي. ويتوقع 3/4 خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع بلومبرغ ارتفاع سعر الفائدة إلى 2.6% من 2.35%، وذلك في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر في 4 أكتوبر المقبل، حيث أجري استطلاع للرأي عقب تلميح محافظ البنك فيليب لوي الخميس إلى نهاية محتملة للزيادات الضخمة. وإلى أسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث سجل عيار 21114 جنيها، أما عيار 24 فسجل 1273 جنيه للجرام. بالنسبة لعيار 18 فسجل 955 جنيه، وقيمة الجنيه الذهب وصلت ل 8912 جنيه. ومن أسعار الذهب إلى أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 19.26 للشراء و 19.32 للبيع، أما اليورو فوصل ل 19.12 للشراء و 19.37 للبيع. كما استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري عند 22.7% من للشراء و 22.33 للبيع، وبالنسبة لليوان الصيني فوصل 2.76 للشراء و 2.78 للبيع. ومن العملات الأجنبية إلى العملات العربية، حيث ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند سعر 5.11 للشراء و 5.14 للبيع، وبالنسبة للدرهم الإماراتي فوصل إلى 5.24 للشراء و 5.27 للبيع. مشاهدينا، كانت هذه جولة قصيرة في أخبار الاقتصاد، وهذه عودة لاستكمال باقي فقرات أخبار الصباح مع زميلة منا. إليك منا. فعلا دي عودة لاستكمال فقراتنا في هذا الصباح، واللي هي بعد قليل هيكون لنا صحبة مع حضراتكم في مجموعة من خدمتنا اللي بنقدمها يوميا في هذا الصباح لحضراتكم. وبداية خدمتنا في هذا الصباح لحالة الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي نروح مع حضراتكم لاستعراض لدرجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات المصرية.
ومن حالة الطقس إلى جولة لعرض أبرز مواعيد القطارات من الوجه البحري والقبلي. اليوم بتحل ذكرى هجمات 11 من سبتمبر، تلك الحادثة التي لا تزال في أذهان العالم ومخيلة العالم، خاصة الشعب الأمريكي طبعا الذين عاصروها وتحديدا من شاهدها أمام عينه. الحقيقة أنه هذه الهجمات، هجمات 11 من سبتمبر، لم تغير فقط نمط وطريقة تفكير الشعب الأمريكي تجاه العالم كله، وإنما أيضا غيرت إلى درجة كبيرة من خريطة العالم السياسية. نشاهد هذا الفيلم التسجيلي عن أحداث 11 من سبتمبر. رماد فوق تمثال الحرية. بدا الجو هادئا صباح ذلك اليوم، لكن أحدا لم يدرك ساعتها أنه الهدوء الذي يمكن أن يسبق العاصفة المدوية. في 9:05 من صباح 11 من سبتمبر عام 2001، قاطع أندرو كارد رئيس موظفي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء زيارته لمدرسة إيما إي بوكر الابتدائية في ساراسوتا جنوب غرب ولاية فلوريدا، ليخبره أن البلاد تتعرض لهجوم جوي وأن طائرتين ارتطمتا ببرجي مركز التجارة العالمي بنيويورك. أي ريح مستعرة، تلك التي أرادت وقتها أن تعصف بالقطب الوحيد للنظام العالمي الجديد. تميد الأرض من وقع الزلزلة، فيترنح الحلم الأمريكي في لحظة دراماتيكية قدر لها أن تفصل بين تاريخين في مسار العالم بأسره. ولكن من كان بمقدوره أن يصدق ما حدث أو يدرك كيف حدث؟ هكذا تلاشى الحد الفاصل بين دراما الواقع ودراما الخيال، وما كان لأحد أن يجيب عن السؤال من الفاعل؟ لاحقاً تكشف أن مجموعة من الإرهابيين اختطفوا 4 طائرات مدنية وغيروا مساراتها. ارتطمت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 11 والتي كانت قد أقلعت من بوسطن إلى لوس أنجلوس بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، قبل أن تلحقها بنحو ربع ساعة طائرة الرحلة 175 لتضرب النطاق بين الطابقين 77 و85 من البرج الرابع للمركز. بعدها انطلقت طائرة الرحلة 77 لتضرب مبنى وزارة الدفاع البنتاغون بولاية فيرجينيا، فيما تحطمت طائرة الرحلة 93 فوق أحد حقول ولاية بنسلفانيا نتيجة محاولة فاشلة من بعض الركاب لتخليص الطائرة من قبضة خاطفيها. بحلول المساء كان برجا مركز التجارة العالمي قد انهارا في مشهد مروع فاق حد الوصف. بحسب المباحث الفيدرالية الأمريكية
خلفت الهجمات نحو 3000 ضحية، فيما خضع أكثر من 33,000 من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء والمواطنين للعلاج من إصابات مختلفة. بمجرد وقوع الهجمات استنفرت الأجهزة الأمنية الأمريكية كامل طاقاتها للتأكد من عدم وجود هجمات محتملة في الطريق، وبدأت السلطات إجراءات الكشف عمن وقف وراء أحداث يوم الثلاثاء الدامي. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع نحو 150,000 قطعة من الأدلة وفحص ما يربو على 170,000 صورة و500,000 حالة اشتباه، 35 تيرا بايت من البيانات فحصها خبراء الكمبيوتر في أول 30 يوماً من التحقيق. استعيدت البيانات من الصندوق الأسود لكل طائرة، وراجعت الكاميرات بمطارات نيوجيرسي ودالاس وبوسطن التي خرجت منها الرحلات الأربعة. الهجوم المروع الذي استهدف قلب الحي المالي في نيويورك أدى إلى إخلاء العديد من مؤسسات وول ستريت. أغلقت بورصة نيويورك لمدة 4 أيام تداول. في أول أيام التداول بعد الهجمات هبط السوق بنسبة 27.1%، ما تسبب في خسارة 1,400,000,000,000 دولار في القيمة السوقية للأسهم. كانت أبرز القطاعات الأكثر تأثراً شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها فيما بعد، وشركات التأمين التي دفعت مليارات الدولارات كتعويضات. تكبد اقتصاد مدينة نيويورك 2,800,000,000 دولار خسائر في الأشهر الثلاثة التي تلت الهجوم، فيما قدرت التكلفة التقديرية لأضرار مركز التجارة العالمي بنحو 60 مليار دولار. أما رفع الحطام من موقع الحادث فقد تكلف وحده 750,000,000 دولار. خلال السنوات الثلاث التالية للحادث ومن خلال صندوق تعويض ضحايا 11 سبتمبر، تم صرف أكثر من 7 مليارات دولار كتعويضات لعائلات الضحايا وللمصابين الذين قارب عددهم 2,700 شخص. وخلال السنوات التالية تم دعم الصندوق أكثر من مرة، كان آخرها قرار الكونغرس في يوليو 2019 بتمديد عمله حتى عام 2092 وتوفير الأموال بما يسمح بتعويض الذين تضرروا من الحادث. منذ الساعات الأولى للحادث حمل الرئيس الأمريكي تنظيم القاعدة مسؤولية الهجمات، ولاحقاً حددت الجهات الأمنية 19 اسماً من أعضاء التنظيم كمتهمين فعليين، وتواصلت التحقيقات على مدار سنوات داخل وخارج الولايات المتحدة. وبموجب تشريع خاص وفي نوفمبر 2002 قرر الرئيس بوش تشكيل لجنة مستقلة برئاسة السناتور الجمهوري توماس كين للبحث عن أوجه القصور التي أدت لوقوع الهجمات. وفي يوليو 2004 قدمت اللجنة تقريرها الذي حمل الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وخاصة المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية مسؤولية الفشل في منع وقوع الهجمات نتيجة غياب التنسيق بينهما والإهمال في تتبع المشتبه بهم، مما سمح للإرهابيين 19 بدخول الأراضي الأمريكية بأسمائهم الحقيقية على دفعات بداية من يناير 2000 ويوليو 2001 والعيش بشكل طبيعي، حتى أن 4 منهم كانوا قد انتظموا في دروس لتعلم قيادة الطائرات، ما مكنهم في النهاية من تدبير وتنفيذ الهجمات. وفي سبتمبر 2001 أعلن الرئيس الأمريكي عن رصد 25,000,000 دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى قتل أو أسر زعيم القاعدة أسامة بن لادن. وفقاً لاستطلاعات الرأي الأمريكي أدى موقف بوش القوي إلى رفع شعبيته من 55% قبل 11 سبتمبر إلى 90% في الأيام التي تلت الهجوم. كانت تلك
أعلى نسبة تأييد مسجلة لرئيس أمريكي على الإطلاق. بحلول أبريل 2002 كانت حركة طالبان قد خسرت حكم البلاد ليهرب أعضاؤها إلى المناطق النائية، فيما توارى تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن في الجبال الحدودية مع باكستان. في مايو 2003 أعلن وزير الدفاع الأمريكي حينها دونالد رامسفيلد انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في أفغانستان لتحاول الولايات المتحدة وعلى مدى سنوات إقامة وتثبيت حكومة جديدة في كابول. أما حركة طالبان فواصلت الهجمات الانتحارية والعمليات العسكرية التي استهدفت أعضاء ومؤسسات تلك الحكومة الموالية. في الثاني من مايو عام 2011 تمكن فريق خاص من القوات البحرية الأمريكية من تصفية زعيم القاعدة أسامة بن لادن داخل مخبئه بمدينة أبوت أباد الباكستانية. وبنهاية أغسطس 2021 خرجت جميع القوات العسكرية الأجنبية من أفغانستان بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لتنتهي حرب تكلفت أكثر من تريليون دولار وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين معظمهم من المدنيين الأفغان. هجمات سبتمبر 2001 تكشفت خلالها الكثير من التفاصيل وبقيت للهجمات رواية رسمية، غير أن كثيراً من دوافعها الخفية سيبقى لغرض أمريكي قيد السرية المطلقة. والآن 9 صباحاً بتوقيت القاهرة، وهذا موعد موجز إخباري جديد يأتيكم من إكسترا نيوز، يصحبنا إليه لؤي أباضة. بصبح عليك مرة تانية لؤي، تفضل. صباح الفل عليك يا منى مرة تانية، وأهلاً بكم مشاهدينا في موجز 9 صباحاً 7 بتوقيت جرينتش. هاي التاسعة صباحاً 7 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس تاريب بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما في ذلك مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء. اختار مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوافق 44 مرشحاً للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية. جاء ذلك بعد أن عقد المجلس سادس اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما انتهى مجلس الأمناء من التوافق على 12 مرشحاً للمحور السياسي ولجانه، و18 مرشحاً للمحور الاقتصادي ولجانه، و14 مرشحاً للمحور المجتمعي. كما توافق المجلس على تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، وتم الاتفاق على إضافة لجنتين
هما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. كما استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي. وتوافق المجلس أيضا على اختيار الأستاذ دكتور حسام بدراوي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030. أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا توقف المحطة بالكامل عن العمل، وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء. كانت السلطات الأوكرانية قد طلبت من السكان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية حول المحطة، كانت طلبت الإجلاء من أجل سلامتهم. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قيام موسكو بتوسيع الهجوم ضد القوات الأوكرانية خلال فصل الشتاء، معولة على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وقال زيلينسكي إن روسيا قد تستهدف بضرباتها الشركات والبنى التحتية التي تؤمن التدفئة في أوكرانيا، داعيا في هذا السياق الغرب إلى إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة مئوية شرق بابوا غينيا الجديدة، ملحقا أضرارا بمبان بالقرب من مدينة مادانج الساحلية وفي مناطق داخلية من البلاد بحسب ما أفاد سكان. وأصدر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي في بدء الأمر تحذيرا من إمكان حصول تسونامي، لكنه عاد ورفع هذا التحذير سريعا. ورغم ذلك حذر المعهد من أنه قد تكون هناك تقلبات طفيفة في مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية. وسجلت البلاد انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن أضرار لحقت بمبان في أجزاء أخرى من البلاد. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحياتي لؤي باظه، شكرا على طيب المتابعة، وهذه عودة إلى منا لاستكمال باقي فقرات أخبار الصباح. شكرا لك لؤي، ودلوقتي هنروح مع حضراتكم للتعرف على حالة الشوارع، بما أنه النهاردة يوم الحد طبعا بداية العمل في الأسبوع، فأكيد كتير مننا بيبقى مهتم يعرف الحالة المرورية على الأقل في القاهرة الكبرى إيه. هنروح مع حضراتكم دلوقتي في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مع الزميل أيمن عماد مراسل إكسترا نيوز اللي بنصبح عليه. صباح الخير عليك يا أيمن. صباح الخير عليك يا منى وعلى السادة المشاهدين. طبعا متابعة الحالة المرورية النهاردة يوم عمل بداية أسبوع، النهاردة الأحد زي ما ذكرتي، فمتابعة الحالة المرورية في هذا التوقيت بالتأكيد لها أهمية كبيرة على جميع المترددين على الطرقات في هذا التوقيت. دعيني أبدأ من النقطة الأبعد وهي من العاصمة الإدارية، تحديدا من حي المال والأعمال في محور بن زايد الجنوبي. الحالة المرورية بتشهد انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين كما هو مبين في الصورة. من نقطة أخرى في طريق السويس، نقطة أخرى من طريق السويس، طريق السويس تحديدا من للمتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمدينتي والرحاب، يشهد انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين، والقادم والقادم أيضا من القاهرة الجديدة متجها إلى القاهرة أو مدينة الجيزة بتشهد انسيابية مرورية في هذا التوقيت. بنقطة أخرى أعلى الدائري بالتقاطع مع الأوتوستراد انسيابية مرورية كبيرة في هذا التوقيت في كلا الاتجاهين، للقادم من القاهرة الجديدة متجها إلى الجيزة وأيضا القادم من الجيزة متجها إلى القاهرة الجديدة في هذا التوقيت انسيابية مرورية كبيرة في هذا التوقيت. من نقطة أخرى أيضا من
الأعلى الدائري تحديدا في منطقة البحر الأعظم للقادم من مدينة السادس من أكتوبر متجها إلى منزلة الصعيد أو القاهرة الجديدة أو تجمع بيشهد انسيابية مرورية. بالتأكيد طبعا التوسعات اللي حدثت هنا في هذا في هذه المنطقة تحديدا منطقة البحر الأعظم لها تأثير كبير على الحالة المرورية التي بيشهدها في هذا التوقيت وجميع الأوقات في الحقيقة. أيضا من نقطة أخرى من منطقة أو محور رود الفرج للقادم من مدينة السادس من أكتوبر متجها إلى كوبري تحيا مصر في هذا التوقيت بيشهد انسيابية مرورية، وأيضا للقادم من كوبري تحيا مصر أو منطقة شبرا أو القاهرة متجها إلى مدينة السادس من أكتوبر انسيابية مرورية كبيرة. ويمكن مع الإصلاحات اللي بتحدث أو التوسعات اللي بتحدث في المحور في هذه الأيام يتخذ هذا المحور كبديل للمحور محور 26 يوليو لنظر الانسيابية المرورية الكبيرة اللي بيشهدها في هذا التوقيت. زي ما ذكرنا محور 26 من يوليو بيشهد ربما كثافات مرورية متوسطة ولكن غير مؤثرة نظرا للتوسعات التي تحدث في هذه الأيام على هذا المحور. بتأكيد بعدما يتم الانتهاء من أعمال التوسيع التي تحدث في هذا المحور هيكون لها تأثير كبير في حركة المرور. من نقطة أخرى أيضا من أعلى الدائري في منطقة البساتين للمتجه إلى المريوطية أو السادس من أكتوبر انسيابية مرورية، وفي الاتجاه المعاكس ربما تكون هناك بعض الكثافات المرورية المتوسطة نظرا للضغط الصباحي ولكن بيتم التعامل معها بشكل فوري. من هنا من طريق اسكندرية الصحراوي للقادم من الهرم أو محور 26 من يوليو متجها إلى الإسكندرية أو بوابات اسكندرية الصحراوي انسيابية مرورية كبيرة، وأيضا للقادم من اسكندرية متجها إلى القاهرة في هذا التوقيت ما فيش أي معوقات للمرور. ربما تكون معظم المحاور والطرقات الرئيسية بتشهد انسيابية مرورية كبيرة في هذا التوقيت والحالة المرورية بالتأكيد مبشرة للغاية في هذا الصباح. إليك. شكرا الزميل أيمن عماد من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، شكرا على هذا التقرير المفصل عن الحالة المرورية، وشكرا كمان للتكنولوجيا اللي سمحت لينا أنه من وإحنا قاعدين مكاننا نعرف الحالة المرورية إيه في الشوارع المحيطة وحتى في الشوارع البعيدة. وبالحديث عن التكنولوجيا، في السنوات القليلة الماضية في مصطلح جديد بدأ يظهر على الأفق اسمه تكنولوجيا أو إنترنت الأشياء، بالإنجليزي اسمه إنترنت أوف ثينجز IoT. إيه هو IoT أو إنترنت الأشياء؟ بعد قليل. مصطلح إنترنت الأشياء أو الـ IoT هو من المصطلحات زي ما قلت لحضراتكم اللي بقى منتشر في السنوات الأخيرة. ببساطة شديدة معلوماتنا عنه إنه هو بيعبر عن شبكة من الأجهزة أو شبكة الأجهزة اللي عندها القدرة إنها تجمع البيانات دي وتشاركها مع أجهزة موجودة بس على نفس الشبكة. طيب ده ممكن يسمح بإيه؟ ممكن يسمح باستشعار الأشياء والتحكم فيها عن بعد، عن طريق، أو الـ النقطة المهمة هنا هي البنية التحتية للشبكة الحالية اللي موجودة. إحنا طول عمرنا عارفين إنه التكامل هو ما بين الإنسان وما بين الآلة أو الكمبيوتر. لا، بيقال إنه الـ IoT أو إنترنت الأشياء ده هو عبارة عن حالة من التكامل بين الأشياء وبعضها أو بين الأجهزة وبعضها. عندنا أسئلة كتيرة جدا فيما يتعلق بالموضوع ده بمناسبة أنه كمان يعني ولادنا وإخواتنا الطلبة داخلين سنة دراسية جديدة وفي ناس كتيرة بتتجه دلوقتي للتكنولوجيا وعارفين وفاهمين أنه هو ده المستقبل، وإحنا كمان نبقى فاهمين حوالينا إيه اللي بيحصل، ودي من الموضوعات المهمة بالنسبة لنا في هذا الصباح. تفاصيل كتيرة هنعرفها من ضيفنا الكريم المهندس تامر محمد خبير أمن المعلومات. يا صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. حضرتك سمعت المقدمة اللي أنا قلتها دلوقتي؟ تمام. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها في الموضوع. طيب. ما عنديش معلومات تانية خالص، وأنا طيب هسأل حضرتك الأول ببساطة شديدة بس يعني تبسط لنا كل المصطلحات. إنترنت الأشياء يعني إيه؟
انترنت الاشياء زي ما حضرتك ذكرت كده هو خلينا نقول الاشياء الاول، الاشياء اللي هي الثلاجه، الغساله، الساعه، السماعه، العربيه، المكنه اللي في المصنع، مكنه الحضور والانصراف اللي على باب الشغل بتاعي، الجهاز الصغير اللي جنب الباب اللي بحط عليه الكارت عشان الباب يفتح، مكنه الدخول بتاعه المترو، كل دي تندرج تحت مسمى الاشياء. Things بالانجليزي بالظبط، انترنت اوف ثينجز. طيب احنا من 10 12 سنه كان تعاملنا مع الانترنت ان احنا بنخش نتعامل مع الانترنت بنديها اوامر بايدينا احنا علشان تعمل لنا، تنفذ لنا، تدور لنا على معلومه، تجيب لنا حاجه عايزين نشوفها، فيديو، فايل موسيقى، ملف كتاب، كل الكلام دوت. ابتدت الدنيا تختلف شويه ان ابتدينا مع دخول الذكاء الاصطناعي ومع تطور الذكاء الاصطناعي، لان مفيش انترنت اوف ثينجز من غير ذكاء اصطناعي. حلو. لان احنا هنا النهارده ابتدينا نتكلم بقى بالمسميات الكتير، الاشياء، انترنت اوف ثينجز، ديفايس تو ديفايس كوميونيكيشن، ماشين تو ماشين لو بنتكلم على الحجم الاكبر وعلى الصناعه، ان ابتدت الجمادات تكلم نفسها او تكلم، مش تكلم نفسها، تكلم بعضها. طيب ابسط مثال بنضربه دايما انه انا لغايه وقت قريب بدخل على الايميل مثلا، بكتب ايميل، انا بنفسي بكتب ايميل واروح دايسه ارسال او سند. تمام، صح كده؟ انا بدي مثال بسيط قوي. تمام. الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، الميل هيكتب لنفسه؟ لا طبعا. لا مش هيكتب بنفسه. امال ايه بقى اللي هيحصل؟ حضرتك هتبقى عندك الثلاجه في البيت. اه انت مبرمجاها انها انت بتحط لها كل حاجه في مكان محدد، اللبن في مكان محدد، البيض في مكان محدد، العيش في الفريزر. بالظبط الكلام ده كله. وفي سنسورز او يعني سنسورز بتبتدي تحس حساسات بالظبط، بتبتدي تديتكت او تعرف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود ووصلنا لكام في المية منه. ايه ده، مش ده زي نظام اللي في السوبر ماركتس والمحلات انه لما البضاعة بتبدأ تقرب تخلص في المخزن؟ دي موجودة في السيست يعني. لا احنا بنتكلم هنا دي تبقى موجودة ان صح؟ انا عندي يعني السوبر ماركت مثلا في 20 كرتونة لبن اللي فاضلين، على السيستم بيبان انه خلاص قرب فاضل 20%. بالظبط، هي نفس القصة بس هنا من غير في السوبر ماركت من غير سنسور، لأن هو أنت بتبيعي فبتتم عملية البيع فبيتخصم من المخزون. لكن في التلاجة هو بشر. قاعد شايفك أو قاعد شايف الحاجة اللي عنده، إن علبة اللبن اللي وزنها كيلو بقى وزنها 200 جرام. مين اللي قاعد شايف؟ السنسور اللي جوه التلاجة. أنا بخاف بالحاجات دي جدا. أنا عندي أصلي إحساس دايما إن التكنولوجيا دي شايفانا ومراقبانا. بالظبط بالظبط. طيب خلينا نكمل السيناريو ده وهنقول التخوف منين. اتفضل. حضرتك فانت مبرمجه الثلاجه ان حضرتك لما يوصل الحد الادنى للمنتج للحاجه الفلانيه جوه الثلاجه اوتوماتيك من غير تدخل منك بيبعت اوردر للسوبر ماركت يقول له انا عاوز علبه اللبن. تمام. الاوردر دوت انا هكمل، هو السيناريو دوت موجود في بعض اماكن في العالم بس انا هكمله للاخر. اتفضل. حضرتك بيروح الاوردر للسوبر ماركت، بينزل على الاجهزه بتاعت السوبر ماركت، فبيطلع الاوردر من الكمبيوتر للروبوت اللي جوه المخزن. هيروح يجيب علبتين اللبن ويغلفهم ويسلمهم للروبوت الدليفري. حلو. هيخرج الروبوت الدليفري يمشي في مساره لحد البيت عند حضرتك يوصل لك علبتين اللبن. هتروحي ترجعي من شغلك. انهي توقيت بقى؟ في التوقيت اللي حضرتك طالباه. لان فلنفرض ان احنا في بلد حر. بالظبط. واللبن هيبوظ. بالظبط. وانت بترجعي او مفيش حد في البيت موجود. او مفيش حد في البيت موجود. وده بيبقى هو متابع الكالندر بتاعتك. اللي عارف ان انت هترجعي البيت الساعه كام، وانت قايله له ان انت لما تعمل الاوردر دوت انا عايزه الاوردر يجي لي قبل ما اوصل البيت بخمس دقائق. ده كده سيناريو
مبسط للمشاهدين هو عشان هو المفروض اللي حضرتك بتقوله ده ما يخوفناش او حاجه، ما هي المفروض عادي كده. طيب روبوت هياخد الاوردر بتاعي وروبوت هيجيب لي الدليفري البيت وروبوت يعني هو ده، هو ده اللي هو المستهدف الوصول ليه. احنا عندنا يعني اكبر شركات البيع اونلاين في العالم معظم مخازنها النهارده بتدار بالروبوت فعلا، ما فيش تدخل بشري تماما، هو بياخد الاوردرات اللي بتجيله بيبتدي يرتبها، وعنده سيكونس معين للشركات الشحن حسب المناطق اللي بيتشحن لها الكلام ده كله. طيب. الكلام ده كله مرتب ومنظم. فاحنا هنا بنتكلم في اي او تي واي اي او ارتفيشال انتليجنس او ذكاء اصطناعي. طيب معلش هسال سؤال ممكن يبقى تكنيكال شويه فني شويه، ايه الانفراستراكشر اللي بيشتغل عليها الاي او تي يعني ازاي؟ طيب احنا عندنا في تو ليفلز من او مستويين من الـ من الـ من الـ من الانترنت اوف ثينجز. في الليفل اللي احنا عايشين فيه اللي هو اللي احنا لو اتكلمنا على مصر بقى ما تم من القمر الصناعي طيبه واحد، شبكه الالياف الضوئيه، ارتفاع مستوى الانترنت، سرعه الانترنت للمواطن. دي الحته الاساسيه اللي انا بتعامل معاها. وفي ليفل تاني من الشبكات اللي دي بتدار بواسطة الحكومة اللي هي بتبتدي أو الحكومات أو الأجهزة زي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو اللي بيحط الريجوليشنز بتاعتها، سواء اللي بيعمل الشبكة دي حكومة أو قطاع خاص، بس هي لازم تبقى ريجوليتد أو منظمة من حاجة زي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علشان تبتدي تتحدث مع السنسورز أو المستشعرات أو الحاجات اللي هتبقى موجودة على مستوى البلد كلها. على سبيل المثال لو رحنا لمشروع زي مشروع المليون ونص مليون فدان، حلو تمام، المفروض ان الاراضي هناك موجود فيها مستشعرات بتحس بدرجة رطوبة الارض علشان تحدد هي هتسقي امتى، تمام، حفاظا على التربة وحفاظا على المية طبعا، وحفاظا بدل ما انا بسقي كتير ومية بتروح في الفاضي او اخر ان انا اسقي فيحصل. طيب. مشكلة. احنا بنتكلم على مساحات شاسعة غير مغطاة بشبكات استشعار، لا شبكات انترنت، احنا بنتكلم في اعماق الصحراء مش موجود فيها انترنت، فالسنسورز اللي او المستشعرات اللي موجودة جوه الارض بتبقى موجودة على مستوى محطات تانية أقل شوية في حجمها وفي الكلفة بتاعتها علشان هي اللي تاخد الرسائل وبتعيش وقت طويل جدا لأنها بتستهلك كمية ضعيفة جدا من الكهرباء. هي اللي بتبتدي تاخد الرسائل من المستشعرات دي تبعتها للخوادم أو السيرفرات الأولانية ثم التانية لحد ما نوصل لغرفة التحكم الأساسية اللي هتدي الأوردر لشبكة المية اللي موجودة في المنطقة ديت إن هي تفتح المية لمدة قد كده بكثافة بحجم مية قد كده علشان خاطر تكفر نسبة الرطوبة المطلوبة، أو ما بتوصل نسبة الرطوبة المطلوبة بيتبعت الرسالة بتقفل المحابس بتاعت المية. كل ده بيتم بشكل أوتوماتيك. نفس الكلام موجود على الأبيار مثلا في نفس المشروع، الأبيار المية العدادات اللي موجودة عدادات ذكية اي او تي بتديتكت كل او طيب وحضرتك بتشرح مثل التلاجه معلش عشان ده يمكن اقرب حاجه لينا ككونسيومرز يعني كمستهلكين. انا جاء على بالي انه مش انا هسال حضرتك اذا كان ده اي او تي ولا ده حاجه تانية. انه حتى الابلكيشنز العاديه يعني مثلا بدخل على ابلكيشن، مش هقول طبعا اسماء ابلكيشنز معينه بس كلها موجوده يعني، وبعمل مثلا اوردر لواحد اتنين تلاته او دخلني على السوبر ماركت الفلاني وعايزه واحد اتنين تلاته اربعه، خلصت الشراء بتاعتي عايزه تتحاسبي كاش ولا يعني كاش اون ديليفري ولا نبعت لك الاي تي ام ولا كريدت كارد، وبعدين كل التفاصيل بقى مش اي او تي قوي. ليه؟ ممكن يبقى فيه ما هو مفيش عنصر بشري دخل خالص في الموضوع هنا. لا في ما هو حضرتك انت عملتي كل اللي انت عملتيه دوت. ايوه تمام، وبعدين مين اللي هيحضر لك الاوردر؟ مش روبوت. لا مش روبوت. فهو في في حاجات يعني حضرتك لما بتبقي موجوده في المحل وبتدفعي بالكارت بتاعك ماشي، لو تعالي نحط كده السيناريو ايه الاي او تي وايه اللي مش اي او تي. حلو.
لو حضرتك واقفه قدام الكاشير في المحل حسابك 150 جنيه فجاب المكنه وكتب عليها 150 جنيه تمام واداكي عشان ادخل الباسورد عشان تعدي تحطي الكارت وتدخلي الباسورد حلو دي الترانزاكشن اللي بين المكنه وبين البنك دي اي او تي الترانزاكشن اللي بين البنك وبين المكنه دي اي او تي عشان ده ما فيهوش تدخل بشري الحته اللي هو اللي فيها الكاشير دخل وحط بايده كلام من ده ده مش اي او تي مش اي او تي طيب لكن لو هو من على الكاشير في بعض المحلات خلص الفاتوره بعت الرقم اوتوماتيك من لحسابي. الكاشير على المكنه هو ما ممسكش المكنه بتاعت البنك فالرقم راح اوتوماتيك وحضرتك طلعتي الكارت من ايدك ما دخلتيش بين حطيتي الكارت على المكنه زي واي فاي كده اللي هي ال 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 السيملس ترانزاكشن او اللي هي العمليات اللي عن بعد حطيتي الكارت فسحب الفلوس وبعت للبنك ورد فالمكنه ردت على الكاشير قالت له فعلا العمليه تمت كل السايكل دي هو كل اللي حصل ان هو حمل فاتورتك بس فده اي او تي ده يعني 99% اي او تي لان كل سلسله العمليات اللي بعد كده ما حصلش فيها تدخل بشري تقريبا بالظبط طيب تعالي هقول حته ده موجود في مصر موجود في مصر آه ده موجود في مصر ده موجود في مصر دلوقتي بقى كتير يتقال لي لا الكريدت كارد حضرتك بس عديه كده يعني بالزبط. بس لا انا بتكلم كمان وموجود في مصر ان في بعض الانظمه بتكلم مكنه البنك مباشره من غير تدخل الكاشير عشان ما نروحش الاخطاء الادخال دي نقطة وصفر مهمة. الزياده وصفر ناقص دي نقطه مهمه جدا موضوع ان هو يروح للبنك بتاعي دايركتلي يسحب الاماونت او المبلغ تمام ده ما فيهوش قلق ان ممكن حاجه تتاخد زياده المفروض ان لا حضرتك احنا بنتكلم ان الفاتوره لا ده بالعكس ده احنا ده هو الاكثر ضمانا للعميل ان الموظف ما يدخلش الارقام بايديه انه يروح لان حضرتك في الاخر انت شايفه الحساب قدامك على الشاشه 150 جنيه الرقم اتبعت من المكنه من الكاشير من مكنه الكاشير لمكنه البنك اوتوماتيك رد عليه البنك اوتوماتيك بدون اي تدخل وحتى عشان القصه بتاعت ان هي اللي هي ان من غير بن البنك المركزي هتطلعها ليميت 600 جنيه انها مش اكتر من 600 جنيه عشان لو حصل اي احنا لسه الـ 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 لسه بنجرب لسه القصه في التجربه بتاعتها طيب فهي دي هنا النهارده بنتكلم في التغير اللي بيتم حلو في ايه يا باشمهندس يعني اللي حاصل ده كله والروبوت يودي الحاجه ويجيب لي طلباتي والكلام ده كله يعني هو اكثر دقه توفيرا ليد عامله كتير في بعض الاوقات زي اوقات كورونا الكلام ده كان علي قوي علي وعلي وعلي طلبات استخدامه في بعض اماكن الحجر كان الروبوتس هي اللي بتوصل الاكل للمرضى على ابواب الاوض بتاعتهم كل الكلام دوت خفف على يعني خفف على في الاوضاع الكارثيه او في الاوضاع اللي فيها طوارئ بيبقى مهم تخوفاته ايه او التخوفات اللي عند الناس ان الوظائف بتقل انه مخاطر امن المعلومات فيها عاليه جدا ليه بقى؟ ليه بقى؟ بس سريعا معلش طيب. من وقتنا انتهى طيب عاليه جدا لان حضرتك انت البيت كله بقى احد المنافذ لدخول الهاكرز السماعه بقت ذكيه التلفزيون بقى ذكي الثلاجه بقت ذكيه الغساله بقت ذكيه كل دول مربوطين على الانترنت بعنوان على الانترنت ليها منفذ على الانترنت فممكن تكون هي دي ثغره الدخول لاحد الهاكرز على المنظومه داخل البيت كامله الكلام عن التكنولوجيا عمره ما بيقف عند سقف معين لان هي متطوره بطبيعه الحال فاكيد احنا كل يوم هنبقى محتاجين نفهم اكتر تفاصيل عنها مهندس تامر محمد خبير امن المعلومات جزيل الشكر يا فندم شكرا لوجود حضرتك معانا ومن الحديث عن التكنولوجيا الى اخبار الرياضه مع لؤي اباضه صباح الخير عليك لؤي مره ثانيه صباح الفل مره ثالثه واهلا بكم مشاهدينا في هذه الاخبار من اخبارنا الرياضيه يا صلاح مول يا صلاح غني يا صلاح هل سيحبس انفاسنا رونالدو
حصد الفريق المصري للرماية المكون من الثلاثي إبراهيم محمود إبراهيم ومجدي عبد الفتاح ومحمود المتربي حصلوا على المركز الثاني في بطولة العالم للكبار المقامة حالياً بمدينة ميشسينا بإيطاليا. وأسفرت نتائج البطولة عن حصول فريق إيطاليا على المركز الأول، ثم مصر في المركز الثاني، وأمريكا في المركز الثالث، ثم إنجلترا في المركز الرابع. أتم السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي إجراءات توليه القيادة الفنية للأهلي في المرحلة المقبلة بعد الاتفاق معه على قيادة المارد الأحمر في الموسم المقبل بعقد يمتد لمدة موسمين خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش. كان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء. حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وبولجينجا الأوغندي والتي جمعت الفريقين على ملعب سانت ميري بمدينة كامبالا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على مضيفه قادش بأربعة أهداف دون مقابل في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ملعب رامون دي كارانزا، وذلك ضمن منافسة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023. كما حقق إنتر ميلان فوزا مثيرا على ضيفه فريق تورينو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. وارتقى إنتر ميلان للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد تورينو عند 10 نقاط في المركز السابع. حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه فريق بريست بهدف نظيف في لقاء جمعهما مساء أمس السبت على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة قصيرة في أخبار الرياضة، وهذه عودة لاستكمال باقي فقرات أخبار الصباح مع الزميلة منى. إليك منى. شكرا لك لؤي، وجولة لقراءة أبرز عناوين الصحافة مع الكاتبة فريدة الشباشي بعد الفاصل. يا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وصلنا مع حضراتكم لفقره الصحافه اللي بنختار فيها مجموعه من ابرز العناوين للصحافه الصادره في هذا الصباح. هيشرفنا فيها النهارده الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي. يا صباح الفل والجمال على حضرتك. صباح الفل والجمال عليكي وعلى كل المشاهدين. هنروح مع حضرتك والساده المشاهدين نقرا كده سريعا ابرز العناوين اللي اخترناها من صحف النهارده ونرجع نبدا الحوار مباشره.
يا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وبنبدا مع ضيفتنا الكريمه اللي بنجدد الترحيب بها الاستاذه فريده الشباشي. هنبدا مع حضرتك من الاهرام والاخبار. النهارده بيتناولوا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الطاقه الجديده والمتجدده وانتاج الكهرباء من ثروات مصر الطبيعيه، فكره الاعتماد اكثر على الطبيعه والطاقه. ازاي حضرتك شايفه يا فندم ما تقوم به الدوله في هذا الملف تحديدا؟ يعني أنا شايفة أن الدولة المصرية في الفترة الحالية، يعني دولة 30 يونيو دي، دولة عايشة العصر وعايشة الأوضاع اللي موجودة في العالم، ومش بعيد، مش منفصلة. يعني أنت عارفة أنا كنت بحس ساعات أن الدنيا في حتة وإحنا في حتة، لا دلوقتي إحنا مش بس مع العالم، إحنا العالم بقى معانا. يعني هو العالم اللي بيتكلم النهاردة. شوفي جميع تقريبا القادة لغاية النهاردة اللي اتكلموا عن القمة قالوا إن مصر هتعمل نقلة نوعية في الحفاظ على المناخ. ليه بقى؟ لأنه عندها قيادة واعية بمتطلبات الإنسان، ووعية بمخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية اللي حصلت. فاللي حاصل النهاردة إن مصر بتبتدي هي مثلا يعني بتبتدي في إنتاج الطاقة النظيفة، الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء دي من إيه؟ من كل ما هو متاح لدى مصر من إمكانيات طبيعية، من غير تلوث ولا تلويث ولا إساءة للآخرين، ولا يعني إساءة للعالم. دلوقتي إحنا شفنا يعني كل لسه النهاردة في حد كان يعني بينتقد بحدة إن الصين والولايات المتحدة بينتجوا تلت المواد اللي بتكون الاحتباس الحراري المسببة للضرر بشكل أساسي للبيئة. فده يعني ده معناها إن الدولة المحترمة اللي بتحترم مواطنيها وبتحترم الإنسانية كلها، ده النهاردة اللي حصل في مصر. ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا على فكرة، أنا يمكن قلت لك قبل كده يا منى إن أنا قريت زمان إن مصر تقدر من الطاقة الشمسية اللي عندها تدي كهرباء للعالم كله. طب ما تدي الأول لهنا يعني، وبعدين للدول اللي ممكن تاخد. يعني قصدي إن مش ضروري بقى نرجع نحبس نفسنا في الغاز والبترول والفحم والحاجات اللي هي تنوع المصادر مهم جدا. يعني بالعكس، أنت بتستفيدي بالطاقة وبتستفيدي انك ما بتلوثيش كمان. الحديث عن ملف الطاقه والطاقه النظيفه والمتجدده استاذه فريده، الحقيقه التغيير فيه وترته اصبحت سريعه جدا جدا. يعني احنا كنا عاملين نقول الطاقه الاحفوريه والطاقه الخضراء والطاقه النظيفه، دلوقتي بنتكلم على الطاقه الزرقاء او التحول للازرق. نعم. اللي عايز اقوله انه كمان الايقاع سريع، ومصر بتحاول بقدر المستطاع تواكب الجديد اللي بيحصل في العالم كله. وفي نفس الوقت عندنا ملفات تانية اجتماعية برضو مهمة جدا طبعاً. بيتم ضخ مليارات فيها للحفاظ على حياة وكرامة المواطن المصري. ده يمكن يخلينا كمان نروح لسه وإحنا في الحديث عن ملف المناخ للوطن صباح اليوم، اللي بتتكلم عن ملف المناخ وتتحدث عن شرم الشيخ كأول طريق للمناخ. حضرتك كنت بتقولي العالم بينظر إلينا، والحقيقة أنه كمان العالم جاي لنا. شرم الشيخ في نوفمبر كده بإذن الله تعالى. الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ حضرتك شايفاها إزاي؟ وبتسمعي إيه آراء حضرتك؟ طبعا ليكي اطلاع على ناس كتيرة برة، وليكي أكيد أصدقاء كتيرة برة. أنا كل ما بشوف ردود أفعال يعني للي بيحصل في شرم الشيخ واللي بيحصل في مصر النهاردة، أنا بحس إن أنا مطمنة على مستقبل مصر ومطمنة على مكانة مصر. أنا من الناس اللي عشت لما مصر كانت لما تقول كلمة الدنيا تتهز، فصمتت سكتت اتركنت. لا النهاردة بقت لما بتقول كلمة العالم كله بيشوف بتقول كده ليه، عشان إيه؟ دايما بيلاقي فيها حاجة استفادة. يعني النهاردة شرم الشيخ نموذج للمدينة العظيمة اللي هي هتستقبل ممثلين 197 دولة أعتقد في العالم، ومع ذلك قادرة على هذا. وطبعا في أنت بتشوفي مش بس سيادة الرئيس، بتشوفي كمان الدكتور مصطفى بدبولي رئيس الحكومة، الوزراء، المتخصصين.
يعني كل فرد في مصر النهاردة حاسس بمسؤولية أن شرم الشيخ اللي يجوا فيها يقيموا إقامة ما يعني هي أقصى ما ممكن الواحد يحلم به، وفي نفس الوقت ما تحدثش أي تلوث ولا أي إساءة، وبعدين تدي دروس لكل اللي موجودين واللي هيجوا، زي يعني استخراج الطاقة من زي ما قلنا من الشمس ومن الرياح ومن المياه الجوفية ومن يعني كذا حاجة في العالم، مصادر كتير للثروة ومصادر كتير لل يعني لاستخراج الطاقة أو الموارد الطبيعية والاعتماد عليها، توليد الطاقة من الموارد الطبيعية. طب ليه بنروح للحاجات اللي بتسيء لينا وبتسيء للأجيال القادمة؟ يعني هي الفكرة أنه دايماً كل ما هو طبيعي يا أستاذة فريدة وكل ما هو غير مضر بالبيئة بيكون في الغالب أغلى، يعني كلفته بتكون أعلى، أعلى على المصنع، أعلى على الدولة. فهنا الموازنة دايماً بتيجي أنه الدولة المصرية ما بين أنها بتتوجه بالفعل للأخضر وللطاقة النظيفة، وفي نفس الوقت يعني في موازنات في التكاليف كمان. بالضبط، بس هي النموذج المصري هيبقى نموذج يعني موديل، يعني نموذج يعني يحتذى، يعني كل الناس هتبص له. والنهاردة لسه النهاردة في تعليقات في منتهى الروعة على ما يحدث في مصر والاستعدادات اللي بتحدث والمجال يعني الموضوعات اللي مصر بتطرحها في هذا المؤتمر. طيب خلينا نتكلم برضو عن بعض الموضوعات المهمة قوي لمصر طرحتها مع مواطنيها، نتحدث عن حياة كريمة طبعا، والنهاردة اليوم السابع بتتكلم عن حياة كريمة، وصفة بأنه مظلة المشروعات الاجتماعية في مصر، أو هي بتتحدث عن هذه المظلة. إزاي بتشوفي حضرتك نتائج المبادرة؟ لأنه الفكرة عمرها ما كانت أن أنا أطلق مشروع قومي وخلاص، إنما بالزبط. فكرة المتابعة المستمرة والتقييم والتنفيذ وتقييم التنفيذ ده هي الأهم. بالزبط. إزاي حضرتك شايفة يا فندم الجهود اللي حصلت في هذا الملف؟ أنا شايفة أن الجهود دي جهود يعني بتؤكد وبترسخ شعور الانتماء إلى الوطن. أنا دايماً أقول أنا أنتمي لوطني. لما بشوف أنت الهجرة غير شرعية دي كانت ليه؟ لأن الناس حاسة أن الوطن مش مهتم بيها. النهاردة ليه وقفت الهجرة غير الشرعية؟ ليه النهاردة الشباب حاس أن في أمل وفي أفاق جديدة بتتفتح له من المصانع اللي بتتعمل، من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ليه النهاردة الإنسان بقى مطمئن على صحته أنه في معالجة، أنه في شوفي الحياة الكريمة هي دي اللي بتخلق المواطن الوفي لوطنه، يعني ما يحسش باغتراب. لما واحد يقعد يبقى عيان ومحدش سائل فيه، ده أكبر غربة. الغربة في الوطن أبشع غربة يعني. فالنهاردة الوطن بيحضن الكل، وبيحضنهم بتوفير كل ما يحتاجه الإنسان. سكن، أنا عمري ما حنسى يعني فرحتي أنا كإنسانة مصرية يعني من أصول متواضعة، لما اتشالوا بتوع العشوائيات واتحطوا في عمارات زي الأسمرات وكده. عشان كده حتى بقول أهل الشر يعني لما يجوا يهاجمونا، النهاردة ما عندهمش وسائل حتى هجوم ليها أي مصداقية. وحضرتك بتتكلمي عن أو إحنا بنتكلم عن حياة كريمة وحتة الإحساس بالانتماء، تخيلت أو رسمت في مخيلتي صورة كده، شاب اللي كان زمان بيشوف والدته عايشة في مكان غير أدمي، غير صالح للسكنة على الإطلاق، مياه الصرف الصحي هنا وهنا ومشاكل أخرى كثيرة جدا، وبعدين يلاقي أمه وأبوه وأهل بيته بينتقلوا إلى مكان آخر، حياة كريمة، سكن كريم آدمي، اللي بيعيا فيهم عارف يروح يتعالج إزاي. النقلة دي صحيح انه حبنا للوطن لازم يكون غير مشروط، ومش عشان البلد بتديني فانا بحبها ومخلص ليها. انا والله فاهمه ده، بس برضو يا فندم احنا بشر. لما الشاب تحديدا، مرحله الشباب لما يلاقوا ان الدوله تعبانه عشان توفر ده طبعًا. ولسه بتكمل طبعا، ولسه في كتير قوي ان شاء الله جاي كمان، ده بيفرق قوي طبعًا. الشاب هنا يقول ولازم لك ولازم يفرق، انا اهلي بيكرموا يعني، انا اهلي بيتنقلوا من حياه لحياه تانية احسن طبعًا. بكتير. وبعدين ده بيخليني اتفرغ للبناء وللعطاء للوطن. انا لما ابقى قاعده مثلا يعني
عندي حد مريض ومش بيتعالج ومش لاقيين فلوس نعالجه يعني، هعرف اعمل اي حاجه تانية ازاي؟ ما انا هبقى مشتته. لكن لما يبقى في تركيز واطمئنان الى ان يعني الوطن ده مهتم بصحتنا ومهتم بتعليمنا ومهتم بسكننا ومهتم بتوفير المياه النظيفه والصرف الصحي، يعني كل الحاجات دي كنا مفتقدينها. انت عارفه انا دايما اقول ان احنا عشنا يعني لما قامت ثوره يونيو يعني كان زي البيت الخربان يعني لما السيسي خد مصر يعني. فالحمد لله النهارده مش بس اتعمرت ومش بس فيها مشاريع وفيها افاق يعني يتطلع عليها كل مصري مخلص وكل مصري عايز يبني بلده، كمان العالم كله بقى مصر بالنسبة له حاجة مهمة جدا. ودايما يعني حضرتك تقولي أهم حاجة إحنا شايفين مصر إزاي طبعا، وبعدين طبعاً نشوف العالم شايفنا إزاي طبعا. في نص دقيقة معلش العنوان تاني بس مهم عشان يبقى برضو نوعنا إلى حد كبير، وده آخر عنوان هنلحق ناخده في حلقة النهاردة من موقع مبتدى. وزمايلنا الحقيقة في موقع مبتدى سلطوا الضوء على خسائر الكهرباء 30 مليار يورو. احنا بنتكلم على طبعا إثر الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسي والتداعيات اللي حصلة، والرقم ده كبير قوي يا أستاذة طبعا. إزاي حجم الخسائر ده في أوروبا وتأثير هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد الفرنسي؟ وطبعا بكلم حضرتك وحضرتك يعني يعني سنواتك سنوات عمرك عايش كتير قوي في فرنسا وبحبها تمام. يعني بعتبرها يعني يعني بعتبر ان انا ليا فيها ذكريات 30 سنه مش حاجه صغيره يعني. بس اللي انا عايزه اقوله ان الحرب بين روسيا واوكرانيا دي يعني ايه اللي بيخليها تستمر؟ ايه؟ ليه مليارات بتروح للاسلحه؟ ليه ما فيش حد عاقل فيهم اللي بيبعتوا مليارات الاسلحه دول يقولوا طب تعالوا بقى نتفاهم؟ يعني هي كانت المشكلة إن كانت روسيا في حالها وأوكرانيا، الراجل اللي قال إن أوكرانيا دي زي إسرائيل يعني يا حرام غلبانة يعني مش بس بتعتدي لا، فعايز كان يروح حلف الأطلنطي ويبقى قاعدة عسكرية على حدود روسيا. كان صعب إن روسيا تقبل برضو. روسيا في وقت من فرنسا الأوقات فرنسا إزاي حضرتك ما هي فرنسا شايفة أنه تقدر تتجاوز هذه الأزمة؟ كلنا كله هيحاول يتجاوز. فرنسا على فكرة فيها عقليات علمية خطيرة ومحترمة جدا صحيح. فالنهاردة إذا كنا إحنا هنا بنبتدي من الموارد الطبيعية ومن الطبيعة بتاعة الإنسانية إحنا هناك ما هو في جبال وممكن يبقى فيه مياه جامدة يعني يبقى فيه مصبات زي السد العالي اللي عندنا اللي كان بيوفر لنا كهرباء. بس لما كنا 30 مليون مش 100 ومش عارف كام مش كسرين يعني المية مليون لا ما هو لازم كمان ناخد بالنا طبعا مش طبعاً. بس احنا ده العالم كله النهارده بيحذر من الزيادة السكانية الغير عاقلة يعني نسميها الانفجار السكاني. بالظبط كده هو انفجار سكاني. الوقت مع حضرتك بيطير بيطير يعني يدوب أروع عناوين. طب يلا ناخد الطيارة بقى. لا خلينا قاعدين بلدنا ولا بينا. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشوباشي جزيل الشكر يا فندم وجود حضرتك معنا نورتينا. شكرا. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على طيب المتابعة. شرفت بوجودي مع حضراتكم على مدار الساعتين دول. أنا منة فاروق وإن شاء الله ألقاكم غدا في تمام 8 صباحا في هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز. ودمتم في أمان الله.